انا كنقدم الفكاهه يعني كما قلت لك ممثل مغني متعدد الهوايات. لا ما كنسيء حتى شي فنان، هذاك تقليد من حبي ليهم. كنوجه لهم كاع التحيه لدنيا باطمه ولا سعيده شرف ولا ابتسام تيسكات، قلتهم لانني كنبغي مصافي هادشي اللي كاين وعندهم جمهور. الانتقاد كناخذها بواحد الحس اللي هو زوين، لانه ماشي كلشي غادي يبغيني ماشي كلشي غادي يكرهني، كاين هكا وهكا كاين نص نص، وماشي غير عندي انا، عند اغلبيه الناس، حتى سوا كيقدم الفلوس وما كيخدموش. الحمد لله انا قريت عامين في مركز ديال التمثيل، خديت فيه الدبلوم وعندي اغاني ديالي موجودين في يوتيوب في قناه فيصل إيتري. باقي الحمد لله كنتمنى دائما يعني الله دائما يحطني في الاماكن اللي هي زوينه بلايص زوينين. لا ماشي غير سحابه كما كنقولوا ودست، ولكن الحمد لله باقي مصر. عندي اغنيه جديده ان شاء الله رومانسيه بعنوان لازم، سجلتها وكل شيء ان شاء الله، يعني غادي تكون في الايام المقبله غادي تكون في القناه ديالتي. الحمد لله باقي باغي نعطي اكثر لانه يلا بدي. وكنقول للناس اللي ما كيبغيونيش يا ريت انهم يشجعونا، لان احنا المغاربه معروفين بالكرم ديالنا، معروفين بشحال من الحوايج، يعني ما كاين باس الا يعني ساعدوني حتى انا باش نوصل كما كاع وصلوا الفنانين.